ما حكم من يذكر أو يخطب رأس كل عام تذكير المسلمين بأن يتذكروا وينظروا ما عملوا في العام المنصرم؟ أن يتذكروا ما عملوا بالعام المنصرم. لا بأس، يعني لو ذكرهم في آخر العام بما حصل منهم من تقصير أو غيره ليتوبوا إلى الله ما في بأس، لكن عادة لا يتخذها سنة راتبة.